في اليوم الرابع طبعا قعدت من وقت لان المباريات اللي كانت الساعة 10 ما تابعتها. الغرفة الجديدة على الشارع الطابق الثالث او الثاني بس على الشارع. يعني هنا المطل وهني على الشارع. توقع صح صح على طول رحت سوق الوكرة التراثي، كان شيء خرافي. مثل البحرين قديما خلينا نقول، او بقايا الاماكن الموجوده حاليا مثل الملامح حاليا ممكن مشابهه اليه، او المحرق احنا عندنا مشابهه اليه قريبا، بس الموجود عندهم في الوكره او سوق الوكره القديم ما كان في احد. فانا كنت ماخذ راحتي على الاخر وانا قاعد اصور، ما كان في الا ممكن عامل بعض العمال. الله على المكان. فهاي السوق شفنا في سوق التوابل، سوق الخضار، سوق السجاد وباقي الاسواق. سوق البهارات طبعا في كل قسم في شغله، سوق الاواني، سوق البهارات، سوق اللحم، سوق السمك، سوق الخضار، صايره كلها بهاي الشكل، الشكل القديم. اللي هو حوش وهي محلات المفروض تكون بس مسكره. طبعا محلات كاتبين عليهم اللي هو الزون الرابع شوب 5، وكل مكان يدخل على الثاني، يعني كل سوق يدخلك على الثاني، كلهم فيهم ابواب وفيهم زرانيق. يعني هناك سوق ما ادري شنو، هي سوق البهارات اللي كنا فيه قبل شوي، ويدخلني على السوق اللي بعده بهاي الطريقة، نفس فرجان الاول قبل، بس انهم محدثين يعني مسويين جديد. فكانوا قبل كانوا يبيعون في هاي المنطقة، وانتقلوا اللي يبيعون الى منطقة ثانية، لان حتى بعض الاماكن لا زالت خلينا نقول الاعلام مال المحل او اسم المحل موجود، او ممكن هم حاطينه كشكل ان هاي المحل كان يبيع فيه الشخص الفلاني او البائع الفلاني. فكان منطقة تراثية ممتازة جدا حق التصوير، لاحظتوا ان انا واجد قاعد اركز ان هي ممتازة، فكنت يعني في قمة سعادتي. وسوق الوكرة التراثي اخذ فيه وقت طويل وانا قاعد اصور هاي الزاوية هاي المكان. اتوقع هي معلومة كل البحرين المفروض يعرفها، ان قبل كانت البيوت جنب بعض اللي هم متلاصقة عشان الظل، مثل ما تشوفون لو جت الشمس من الشروق الى الغروب يكون الظل موجود. اخذت وقتي، بعدين انتقلت الى جهة البحر وفي عليها مطاعم على امتداد البحر تقريبا، في مطاعم تريقت هناك وفي ناس يعني كانوا عند البحر من هاي الكلام وممشى، فكانت الاجواء جدا ممتازة مع ان الجو كان شوي مايل الى الحرارة. على البحر في مجموعة مطاعم ما شاء الله على مد البصر، هناك كلها تطل على البحر. منطقة تستحق الزيارة، استمتع فيها وانا كنت يعني ايام الون كنت بروحي يعني، فمنطقة جدا جدا ممتعة تراثية، واتوقع لو في البحرين يمكن صوروا فيها مسلسلات 100%. مو اتوقع، ما ادري اذا صور يصورون فيها حاليا في قطر حق يعني اشياء او لا، بس اتوقع ان يصورون فيها. بشكل عام هي بالنسبة حق الوكرة، الوكرة جدا جميلة. بعدها قلت راح اروح متحف 321 الموجود في استاد خليفة الوطني، بس على حظي لما رحت كانت في مباراة، فقالوا لي ما نقدر ندخلك اليوم، في مباراة ممكن تجي بكرة، فقلت راح اجي بكرة. وانتقلت بعدين الى خطة بي كنت اغيرها دائما، لان وقت اللي انا قاعد اخطط حق الرحلة لازم تشوف متى وقت المباراة، متى تخلص، في اي استاد، فلازم تخطط حق هاي الاشياء وين راح تروح. فصعب كنت اتنقل بالمترو، انا كنت اتنقل بالمترو، فصعب ان انا اروح هالمكان بروح على كيفي، لا لازم احدد متى راح يروحون الجمهور، متى راح يخلصون، لان وقت اللي تخلص المباراه المترو يكون منفجر على الاخر، خاصه المناطق اللي يكون فيها استاد لوسيل مثلا، لا خلص المباراه مترو فل الفل.
مع انه في تنظيم الامانه. فهي الاشياء اللي حدثتني. على العموم بعدها انتقلت الى مول فيلاجيو مول او فيلاجيو مول، مول خرافي، مول مجمع شيء مش طبيعي. فينيسيا وهي المجمع بالضبط فيلاجيو مول. قلت عن قصة لازم أقولها. سنة 2006 بنوه خلصوا منه، بعد سنوات صار فيه حريق، جهاز إنذار طق بس طلع أنه حريق أو بلاغ كاذب. بعدها بكم ساعة مرة ثانية طق اللي هو الجرس، فالناس أو الموظفين اعتقدوا أنه مثل المرة الأولى مثل إنذار كاذب أو بلاغ كاذب، فخلنا نقول أهملوا، ما عطوا أهمية، أو أنه قالوا خلنا نروح اللي بعدين، أو ما أخذوا الموضوع بسيريس، أو ما أخذوا الموضوع جدية، أو ما أخذوا الموضوع بجدية. قمت أكلج وقتها، شبت النيران، لأن كان البلاغ الثاني أو الجرس الثاني اللي طق كان حريق فعلي. الأول ما كان في حريق، بس الثاني كان حريق فعلي، فاحترق أجزاء من المجمع. فقرروا أنهم ما أدري صراحة هم هدوا وبنوا من جديد أو أنهم رمموا، بس أنهم يعني عادوا تصميمه بشكل كلي تقريبا، وصار بهاي الشكل الجميل جدا يحاكي فينيسيا في إيطاليا. الأمانة روعة روعة، مع السماء، مع القوارب، مع شو نسميها دي، نسميها نهر، مع النهر الاصطناعي، شيء مش طبيعي الأمانة. كان مجمع يأسر القلوب. فتقريبا هي أبرز الأشياء بالنسبة حق اليوم الثاني. طبعا جولت في المجمع، رحت الأماكن، رحت أماكن الألعاب، لأنه راح أزور قطر إن شاء الله مستقبلا. ألعاب حق اللي أعمارهم صغيرة، ألعاب أركيد يسمونهم، هني ديزاين كستم، هاي بعض الألعاب الثانية. فقاعد أشوف الأشياء الموجودة فيها عشان لو رحنا مرة ثانية مع العائلة نروح هاي الأماكن وأماكن ثانية اللي ما قدرت أروحها في فترة بطولة كأس العالم. هاي كل شيء بالنسبة حق اليوم الرابع.